الاجتماع على السحور، فإن ثابت أخبر أنه تسحر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن السحور يكون بوقت قريب من الصلاة لقوله صلى الله عليه لقوله ثم قام إلى الصلاة، وفيه حرص التابعين على معرفة الوقت الذي كان عليه سحور النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه حرص أنس رضي الله تعالى عنه على معرفة الوقت الذي شغله النبي صلى الله عليه وسلم بالسحور، قال كم كان بين الأذان والسحور، وفيه تعلم الصحابة بعضهم من بعض، فأنس بن مالك الراوي يسأل الراوي عن زيد يسأله، وفيه أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم جعلوا القرآن وسيلة لقياس الوقت، فكان يقول رضي الله تعالى عنه في التقدير قدر قراءة كذا، وهنا قال قدر قراءة 50 آية.